لله. إنه مكتب أخلاق ومشكات إخاء، بث روح الحب والإحسان والتضامن، مكتب للدعوة السمحاء في مجتمع أودع الله لديهم أقدس المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. أهلا وسهلا وحياكم الله إخواني وأخواتي في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، كتاب كنوز الكتاب السادس، ونحن ولله الحمد نكمل هذه المسيرة من الوحدة الثانية الدرس الثاني. Welcome my brother and my sister in our Arabic program for non-native speaker. The book of Kunuz number 6 and the class number 2 from the unit number 2. هذا الدرس إخواني وأخواتي يتكلم عن أربط بين كل كلمة وما يناسبها، بين كل كلمة وما يناسبها، matching. طيب، فلنبدأ بليلة. ماذا أقول معها؟ وهنا إخواني أبو الحسن، ليلة ماذا تتوقع؟ هل أقول ليلة السعيد أم ليلة القدر أم ليلة القدر خير من ألف شهر؟ جميل جدا، أحسن الله إليك. أخواتي السؤال لكن، غزوة بدر الكبرى، أحسنتم ما شاء الله تبارك الله. إخواني هنا عيد الفطر، هل أقول عيد الفطر السعيد أو عيد الفطر رمضان زيارات؟ ماذا أقول؟ عيد الفطر السعيد، إذا أردنا أن نقول عيد الفطر السعيد. رقم 4 هو السؤال أخواتي، التهاني والزيارات، التهاني والزيارات، أحسنتم أحسن الله إليكم. إخواني هنا صيام، ماذا نقول أبو الحسن؟ صيام رمضان، أحسنتم أحسن الله إليكم، جميل جدا. طيب التدريب الخامس، استمعوا وأعيد مع الانتباه لمخارج الحروف. طبعا هنا لابد أن ننتبه لبعض مخارج الحروف. أنا سوف أقرأ لكم، تفضل يا دكتور حياك الله، أنا سوف أقرأ لكم. رقم 1، هذا شهر الصوم، شهر رمضان، ولاحظوا كلمة رمضان على سبيل المثال حرف الضاء وليس حرف الضاء، حرف الضاء. تشرق شمس صباح العيد، تشرق. يتبادلون التهاني والزيارات، يتبادلون. ما معنى يعني يتبادلون؟ يعني someone say for you salam and you say عليكم السلام، عيد فطر مبارك، عيد فطر مبارك، هذه يتبادلون، exchange we cannot say by English. رقم 4، الأعياد مبعث السرور والسعادة، الأعياد مبعث السرور، يعني من خلال هذه الأعياد ومن هذه المناسبات مثل عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى نحن نكون مسرورين، نحن نكون سعيدين في هذه المناسبة. طيب جميل جدا إخواني وأخواتي، نذهب الآن إلى الدرس الثاني أيضا من الوحدة الثانية وكذلك السؤال السادس، أكون جملا مفيدة من الكلمات التالية. أنا أكون جمل، أوكي؟ طيب ما هذه؟ الآن لدي جملة ولكنها ليست مرتبة، نحتاج إلى ترتيب. يكبرون هم والناس، أو يكبرون، سوري، يكبرون هم وحرف العطف الناس خرج. طيب لنبدأ بكنا يا أخواتي، نريد أن نرتب هذه الكلمة، rearrange. خرج الناس وهم يكبرون، يكبرون، أحسنت. إذن خرج رقم 1، الناس الفاعل طبعا، رقم 2، وهم حرف العطف والضمير،
ماذا يفعلون؟ وهم يكبرون. يكبرون يعني يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، تكبيرات العيد كما يسمى. طيب جميل جدا أخواتي، أحسن الله إليكن. نذهب إلى إخواني هنا وهي جديدة وسهلة. خير ليلة شهر القدر من ألف، ها نريد أن نرتبها. ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن أبدأ بكلمة ليلة القدر خير من ألف شهر. أحسن الله إليكم إخواني. طيب أخواتي، يستعدون الفطر لعيد، بدأ السعيد الناس. بدأ الناس أحسنتم يستعدون لعيد الفطر السعيد. أحسنتي أحسن الله إليكم. إذن أقول بدأ الناس، يعني the human being or the people start. Okay. بدأ الناس يستعدون. يستعدون لماذا؟ Be prepared for what؟ لعيد الفطر السعيد. لعيد الفطر السعيد. طيب جميل جدا ما شاء الله تبارك الله إخواني وأخواتي. نذهب الآن إلى الدرس الثالث. هذا الدرس الثالث إخواني وأخواتي يبدأ لنا بصورة، والصورة عبارة عن ولدان إذا أردنا أن نقول في المدرسة. أكملوا كما في النموذج. عاد الولدان، طبعا الصفة لهؤلاء الولدان كيف أقول؟ عاد الولدان المجتهدان. طبعا لماذا؟ لأنها مثنى. نعم الولدان تو مثنى، فالصفة تتبع الموصوف. لابد أن أقول الولدان المجتهدان، ولا أقول الولدان المجتهد خطأ، لكن لما أقول عاد الولد المجتهد فهذا صحيح. طيب أيضا زرت أسرتين، أسرتين two families. أوكي. والفعل أو الصفة قريبة من أقاربنا، كيف يقول؟ زرت أسرتين قريبتين من أقاربنا. لاحظ أن كلمة قريبتين صفة، صفة للموصوف، الموصوف هي أسرتين، فلا بد أن تتبع الموصوف، هي مثنى مثنى وفي صيغة المؤنث. أسرتين زار فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وأسرتين مفعول به وهو علامة نصبه الياء لأنه مثنى، وقريبتين صفة للموصوف. طيب نريد الآن أن نعمل هذا الشيء مع هذه. للمسلمين عيدان عظيم، كيف أقول؟ ولنبدأ بكنا يا أخواتي. للمسلمين عيدان عظيمان. عظيمان أحسنت. إذن أقول للمسلمين عيدان عظيمان. جميل جدا أحسن الله إليكم. صفة تتبع الموصوف، هي تسمى من التوابع، أيضا تسمى النعت والمنعوت. طيب حرف الباء، غزوة بدر وأحد غزوتان كبيرة، كيف أقول؟ غزوة أو غزوة بدر وأحد غزوتان. أخواني هنا ماذا أقول؟ غزوتان ها كبيرتان. أحسنت. إذن أقول غزوتان كبيرتان. لماذا؟ لأن يتكلم عن غزوتان أو عن غزوتين. طيب أخواتي حرف الجيم، عيد الفطر وعيد الأضحى عيدان، والكلمة إسلامي، كيف أقول؟ عيدان إسلاميان. إسلاميان أحسنتما بارك الله فيكم، أحسنتم جميعا. إذن عيد الفطر وعيد الأضحى عيدان إسلاميان إذا أردنا أن نقول ذلك. جزاك الله خير يا أختي، أحسن الله إليكم. كذلك إخواني هنا، هذه صورة عن الفانوس وتدل على السعادة. طيب أقرأ ثم أكمل الجدول. عيد الفطر السعيد
هو العيد فراغ والمناسبة الفراغ. طبعا حتى أنا أضع بدلا من الرقم كلمة أقول كالتالي: عيد الفطر السعيد هو العيد الأول، the first in order number. واستخدمت كلمة الأول لأن العيد صيغة مذكر، العيد الكلمة الساوند هنا مذكر. بينما والمناسبة الأولى، ولم أقول المناسبة الأول لأن كلمة المناسبة مؤنث، كيف عرفت أنها مؤنث؟ تنتهي بتاء مربوطة، تاء التأنيث، والمناسبة الأولى. طيب المثال الآخر: عيد الأضحى هو العيد الثاني والمناسبة الثانية. الثاني والثانية بمعنى سكند، لكن هذه لصيغة المذكر وهذه لصيغة المؤنث. طيب الآن يريد منا أن نطبق هذا الكلام على هذا الجدول. يلا أخواتي، هنا أتى بالمذكر الثالث، فما المؤنث؟ الثالثة. أحسنتم. طيب هنا يا أخواني أتى بالرابعة، فما المذكر؟ ما المذكر من الرابعة؟ حينما أقول الطالب أريد أن أقول نمبر فورث، الطالب الرابعة أم الرابع؟ ماذا أقول؟ الطالب الرابع. أحسنتم، أقول بهذه الطريقة الرابعة. طيب أخواتي الرابع. نعم أخواتي، يلا لكم جميعا. الخامسة للمذكر نقول الخامس، هذا الولد الخامس، هنا الخامس، وهنا للمؤنث أقول هذه الفتاة الخامسة على سبيل المثال. طيب إخواني رقم ستة، كيف أقول للمذكر هذا الولد أبو الحسن، هذا الولد السادس، وهذه البنت أو الفتاة السادسة. أحسنت أبو الحسن وكذلك إخواني هنا. أخواتي رقم سبعة، السابع. إذن للمذكر السابع، الولد السابع، بينما للمؤنث الفتاة أو البنت السابعة. طيب مع كنا يا أخواتي أيضا الثامن وكذلك الثامنة. إخواني هنا التاسع، ما المؤنث من كلمة التاسع؟ التاسعة. أحسنتم أخواتي. أخيرا العاشرة. أحسنتن، أحسن الله إليكم. طبعا هذه الأعتاد بالترتيب. طيب الدرس الثالث والتدريب الرابع في الصفحة على اليسار لديكم، أقرأ الأعداد ثم أكمل. انظروا الآن، أحد عشر بمعنى إلفن، يس أحد عشر، إثنى عشر، تولف، يس. طيب ثلاثة عشر. إذن سوف أكتب هنا الرقم 13 رقما، 13. أربعة عشر، 14، أوكي. خمسة عشر، أوكي، 15. ستة عشر، إذن هنا سوف أكتب الرقم 16، 16، if I want to say. سبعة عشر، إذن هنا سوف أكتب 17. ثمانية عشر، إذن هنا سوف أكتب number 18، أوكي. هذه كأرقام. إذن هذه أنت تتعلمها، 11، 12، 13، 14، إلى أن نصل إلى 18. طيب أستمع إلى الحوار ثم أجيب، وهذا يحتاج منا حوار المادة السمعية فلا توجد لدينا، سوف ننتقل إلى
ما بعده بشكل سريع. الفقرة ألف وكذلك الفقرة باء تعتمد على الاستماع. أيضا في الدرس الرابع أكتب أو أكتب ثلاث جمل أعجبتني من النص، أيضا تحتاج مني إلى الاستماع. رقم ثلاثة، وهنا الذي هذا نريده، رقم ثلاثة أقرأ وألاحظ الألوان. الألوان جمع كلمة لون. ماذا تعني كلمة لون؟ ها؟ لما أقول لون وألوان، ألوان ماذا تعني كلمة ألوان؟ نعم هي جمع، لكن باللغة الإنجليزية ماذا نسمي كلمة ألوان؟ colors. excellent. إذن color and colors. okay. طيب هذا أبيض. white. أحسنت. هذا أسود. black. هذا أحمر. أحسنت. هذا أصفر. أحسنتم. هذا أخضر. green. هذا أزرق. أحسنتم. إذن أبيض وأسود وأحمر جميعها للمذكر، يعني أقول هذا ولد أحمر. لا أصفر يلو. أوكي إخواني أخواتي للتأكيد، هذا أبيض هذا للمذكر. أوكي طيب للمؤنث، وهذه بيضاء وهذه سوداء. للمؤنث for the female one. وهذه فور أحمر ها حمراء. فور أصفر. وهذه صفراء. وفي سورة البقرة بقرة صفراء فاقعة لونها. هذه ها خضراء. أحسنت. هذه زرقاء. أحسنتم. طيب هل جميع الألوان تكون بهذه الطريقة، يعني أبيض بيضاء أزرق زرقاء؟ لا، هناك بعض الألوان لا تشد عن القاعدة، لا بد أن يكون لدينا طريقة حفظ. مثل ماذا؟ مثل كلمة بني. brown. the brown one. بني. yes. هذا على سبيل المثال هذا قلم بني لأنه مذكر. هذا قلم this is a brown pen. want to say. طيب حقيبة، إذا أردنا بنية، هذه حقيبة بنية. براون. يس. هل أقول بنية؟ لا خطأ، لن أقول بنية مثل بيضاء أو سوداء. لا هذه غير، هذه غير بنية. نعم. هل لها قاعدة؟ لا ليس لها قاعدة، لا بد أن تحفظها بهذا الشكل. you have to keep it like this. طيب فضي من الفضة. سيلفر. يس. هذا للمذكر، هذا قلم فضي. حقيبة فضية. أوكي. ذهبي. yes from the gold one. وهذه حقيبة ذهبية. ذهبية لا for مؤنث. ذهبي. ذهبي للمذكر the first one. but the second one ذهبية with تاء مربوطة للمؤنث. طيب زهري. ها ماذا يعني زهري؟ زهرية. لا ليست بلو. ها بينك. the pink one. yes the pink one we call زهري. زهري بينك مانثر. you know it. okay بينك. زهري زهرية. طيب برتقالي. اورنج وان. يس برتقالية. طيب إذن هذه الألوان إخواني وأخواتي منها ما ينتهي مثل ما أخبرناكم بألف وهمزة، ومنها ما يتغير شكله أو بإضافة تاء مربوطة في نهاية الكلمة. طيب رقم أربعة التدريب الرابع، هنا أكتب المرادف لكل كلمة مما يأتي. المرادف same meaning. okay مرادف synonym same meaning. yes. طيب أخواتي الأقارب ما مرادفها؟ أحسنتي ما شاء الله تبارك الأهل. يعني أستطيع أقول الأقارب وأقول كذلك الأهل.
الأقارب relatives، الأهل families relatives، الأقارب ويرادف يا family yes. طيب كلمة نسعى، يلا مرادفة نسعى، نعم ما مرادف كلمة نسعى؟ مرادف كلمة نسعى نمشي. نمشي أحسنتي. إذن مرادف كلمة نسعى نمشي. From run and walk also. نعم نعم. يجتمع نريد مرادف لكلمة يجتمع، ما المرادف؟ ما المرادف لكلمة نجتمع؟ يلتقي. يلتقي أحسنتم. إذن يلتقي هو المرادف لكلمة يجتمع. طيب نطوف، ما المرادف لكلمة نطوف؟ نطوف. ندور. ندور أحسنتم. نطوف حول البيت، ندور حول البيت. يعملون. يعملون ما المرادف؟ يفعلون. يفعلون أحسنتم، أحسن الله إليكم. نعم يفعلون. جميلة. رائعة أحسنتم. إذن جميلة رائعة أحسنتم، أحسن الله إليكم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب أصل كل كلمة بضدها، المرادف same meaning، الضد opposite meaning، الضد yes، المعاكس أو المضاد the opposite one we can say. طيب عالم ما جاهل أحسنتم، إذن عكس كلمة عالم جاهل. طيب رطب جاف. جاف أحسنتم. مرت رطب humid from humidity there is something okay. جاف dry nothing. طيب مرتفع أيضا لدينا منخفض. طيب قليل كثير. كثير أحسنتم، إذن قليل with كثير. صادق كاذب أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لكم إخواني وأخواتي، ما شاء الله تبارك الله. طيب هنا في الدرس الرابع أيضا من الوحدة الثانية وكذلك الدرس السادس، أكتب قصة تعبر عن الصور التالية، مجموعة صور لدينا نكتب عنها قصة، write story short story in five sentence three sentence depends to you. ونأخذ على سبيل المثال هذا الشخص، من يتكلم لنا عن هذا الشخص؟ من يتكلم لنا عن هذا الشخص؟ ماذا يعمل؟ هل هو ذاهب إلى مكة؟ أو هل هو ذاهب إلى الحرم؟ سيزور صورة. طيب ماذا 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 يعمل في الصورة؟ ها؟ في الإحرام. طيب جميل جدا. لاحظوا أنتم لو لاحظتم هنا يا إخواني وأخواتي أن هذه هي الصور تعبر عن كيف تؤدي العمرة. في البداية تذهب وتشتري لك إحرام يس، بعد ذلك تلبس ماذا؟ الإحرام، وطبعا تغتسل وتنوي للعمرة، ثم تذهب إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام، إلى مكة، أهل الكعبة العظيمة، ثم تطوف بالبيت وكذلك تسعى. طبعا بعد الطواف تصلي ركعتي الطواف أوكي، ثم تسعى في المسعى سبع مرات، مرة واحدة والثانية تعتبر المرة الثانية، والطواف طواف حول الكعبة كامل يعتبر طواف واحد. بعد أن تنتهي تذهب إلى ماذا؟ انتهينا من الصفا والمروة، نذهب إلى
الحلاق لنحلق أو التقصير. انتهينا من ذلك، بعد ذلك نعود إلى المطار، ثم نغادر من المطار إلى أين؟ إلى بلدي أو إلى مكان، ثم نعود إلى الأهل. هذه رحلة إيمانية بسيطة يقوم بها كل مسلم ومسلمة. طيب جميل جدا، اكتبوا هذه هنا، أنتم في البيت تكتبوا كيف تؤدي العمرة، كيف تؤدي، وأنت أختي كيف تؤدين العمرة، طبعا باللغة العربية، لا نريدها باللغة الإنجليزية، باللغة العربية. طيب نذهب الآن إلى مناسبات عالمية. في الما مضى تعلمنا عن المناسبات الإسلامية، عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، هذه كانت من المناسبات الإسلامية، ليلة القدر، شهر رمضان، هذه كلها تعتبر من المناسبات الإسلامية. طيب ما المناسبات العالمية؟ The international, okay, international ceremony, if I want to say or that. طبعا هنا قطعة سوف أقرأ لكم، هناك مناسبات عامة يشترك فيها العالم أجمع، عامة بمعنى general، general celebration or party or occasion, general, all people celebrating that، لأنها ترمز إلى مواقف إنسانية عامة تهتم أو تهم البشر كلهم على وجه الأرض. ومن هذه المناسبات ما يلي: أول مناسبة اليوم العالمي للغذاء. أوكي؟ اليوم العالمي للغذاء هو يوم يحتفل فيه العالم سنويا لإبراز الاهتمام بالجوع. كلمة الجوع that mean hunger people, okay, who doesn't have enough food, okay, we call جمع. والناس الذين يعانون من سوء التغذية والأمراض المرتبطة به. إذن هذا اليوم أو ما يسمى باليوم العالمي يحتفل الناس فيه حتى يظهروا أن هناك أناس جوعى في هذه الأرض، فيه العالم سنويا every year، okay، وهناك أناس يعانون من سوء التغذية problem، okay، وأيضا لديهم أمراض، بعض الناس لديهم أمراض in their stomach or something like that they have a problem. طيب اليوم الثاني يوم الصحة العالمي، our doctor here، يوم الصحة العالمي talking about yes about health day we can say، يوم الصحة العالمي هو يوم يحتفل فيه العالم بتعاونه ومجهوداته في محاربة الأمراض وإعداد البرامج للارتقاء بصحة الإنسان. وتختار منظمة الصحة العالمية في كل عام موضوعا للاهتمام بمجال من المجالات التي تثير القلق حول صحة الإنسان. إذن في هذا اليوم تحتفل الصحة العالمية بكيف أنجزت وعملت في خلال عام كامل، وأيضا تناقش مشكلة من المشاكل الصحية للإنسان. محاربة يعني protect، okay, prevent something. Yes. طيب اليوم الثالث اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، quit، quit the smoking. Yes, I'm against cigarette. تحتفل منظمة الصحة العالمية في كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، stop smoking، بغرض تسليط الأضواء على الأخطار الصحة الناجمة عن تعاطي التبغ تباكو، والدعوة إلى وضع سياسات فاعلة تحد من استهلاكه. يعني في هذا اليوم تحتفل الصحة العالمية بإبراز مشاكل أضرار التدخين وكيفية طرق الوقاية من هذا الداء، كفانا الله وإياكم شره. اليوم الرابع الذين يحتفلون فيه أيضا اليوم العالمي للطفل، for kids or for the children، okay،
إنه اليوم الذي يحتفل فيه بكل أطفال العالم، حيث أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل، يحتفلون فيه بوصفه يوما للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم من أجل تعزيز حقوق الأطفال في العالم. وتم التأكيد في هذا اليوم على أن الأطفال هم أفراد لهم الحق في النمو جسديا وعقليا واجتماعيا، وأن يعبروا عن آرائهم بحرية. وهناك العديد من المناسبات العالمية مثل يوم الأم ويوم العمال Worker Day or Employee Day we can say Mother Day many يعني days or celebration. طيب إذن هذه ثلاثة أو أربعة مناسبات عالمية All world celebrating that وتكلمنا عنها. طيب نذهب الآن أكتب اسم اليوم الذي تعبر عنه الحالات التالية. الحالة الأولى علاج المرضى وتوفير الدواء. ما اسم اليوم؟ هل هو هذا يوم الصحة العالمية؟ طيب إذن يوم الصحة العالمية. محاربة ظاهرة تعاطي التبغ في أي يوم يكون التبغ؟ ها سموك. اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. يس اليوم العالمي للامتناع عن التبغ ده تبكوا. التبغ تبكوا. For the smoking there is one. توفير الطعام لكل البشر. توفير الطعام لكل البشر. اليوم العالمي للغذاء. اليوم العالمي للغذاء أحسنت. أخيرا وأكيد سوف تكون الاهتمام بحقوق صغار السن. اليوم العالمي إخواني هنا اليوم العالمي لماذا؟ للأطفال. اليوم العالمي للطفل أو للأطفال. اليوم العالمي للطفل. طيب الدرس السادس أيضا من الوحدة الثانية لدينا هنا أقرأ ثم أجيب. أقرأ ثم أجيب. تتواصل شعوب العالم بالرغم من الاختلافات السياسية وتجمعها مبادئ وأهداف سامية في مناسبات عالمية تشمل أرجاء القارات كلها، وخصصت لها أياما عالمية تتذكر فيها الشعوب هذه المناسبات. قال بدر هيا يا خالد نبحث عن هذه المناسبات في المكتبة. قال خالد لنسأل أستاذنا يوضحها لنا بطريقة أسهل وأسرع. سأل خالد أستاذه عن أهم المناسبات العالمية فقال هي مناسبات يتذكر الناس فيها بعض المبادئ المهمة في شأن من شؤون حياتهم، ومنها على سبيل المثال اليوم العالمي للامتناع عن التدخين يكون في 31 من مايو 31 of May. Okay. اليوم العالمي للطفولة يكون في اليوم 17 من ديسمبر 17th for children. طفولة children. Yes. اليوم العالمي للمرأة والسلام العالمي في 8 مارس 8 of March. اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر، اليوم العاشر من ديسمبر 10 of December. Okay. Human rights. Yes. اليوم العالمي للمعاقين لذوي الاحتياجات الخاصة disable we can say اليوم الثالث من ديسمبر 3 of December. اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني for Palestinian people 29 من نوفمبر. تضامن corporate
Corporate. Yes. 29 of November. اليوم العالمي للقضاء على الفقر. To destroy the poor thing. 17 من أكتوبر للقضاء على الفقر. 17th of اليوم العالمي للمسنين. المسنين old man or old lady. We can say old people. للمسنين. 1 of October. اليوم العالمي لمحو الأمية. محو الأمية يعني ها؟ لا ليست the mother day. لا for ignorant people. There is yes. So we say 8 of December. اليوم الثامن من سبتمبر. Of September. Someone who doesn't know how to read and how to write. Yes, we call لمحو الأمية. طبعا وهناك أكثر من 15 يوما عالميا آخر غير ما ذكر أترك لكم فرصة البحث عنها وسنناقشها في الحصة القادمة إن شاء الله. شكرا أستاذنا وقلنا شكرنا أستاذنا وقلنا سنعمل على المشاركة في مثل هذه المناسبات العالمية. طيب ماذا يريد منا الآن بعد أن قرأنا هذه القطعة وفهمنا ما فيها؟ يريد منا السؤال الأول أضع عنوانا مناسبا للنص. We need a suitable title. We need a title. Can you give me a title? عنوان. نريد عنوانا للنص. عنوان. I need title. أيام العالمية. الأيام العالمية. ممتاز. المناسبات العالمية، المشاركات العالمية، هذه كلها أيام. طبعا فقرة باء هذه بعض الاقتراحات المفيدة. اكتب أمام كل اقتراح اسم اليوم المناسب لتقديمه. هذا إن شاء الله تعملونه إخواني وأخواتي في البيت. أيضا الجزء الثاني أبحث في المصادر المختلفة وأتحدث عن يوم عالمي لم يذكر في النص في حدود 50 كلمة. يعني على سبيل المثال اليوم العالمي للسكر، اليوم العالمي لداء السكر diabetic. ابحث عن هذا اليوم، اكتب عنه باللغة العربية ماذا يتكلم عنه هذا اليوم وكيف يكون. طيب رقم ثلاثة أقرأ الجمل التالية ثم أكمل مثلها. أوكي. عليكم السلام. أهلا يا شيخنا حياك الله. لا بأس جزاك الله خير أحسن الله إليك. طيب قال خالد خرجت وأنا أفكر. خرجت وأنا أفكر. أجاب وهو متأكد. عادت وهي مريضة. متأكد يس شور. عادت وهي مريضة. طيب ماذا يريد منا؟ هذه أمثلة قرأناها. قال خالد خرجت وأنا أفكر. أجاب وهو متأكد. عادت وهي مريضة. نريد الآن أن نكمل. الآن أكمل الجدول كما في النموذج السابق. دخل المعلم ابتسم. طيب نريد أن نقول دخل المعلم وهو ها مبتسم. وهو مبتسم هنا أقول ابتسم بمعنى smile. يعني he entered the class and he was smiling. دخل المعلم وهو مبتسم. smile yes. طيب شاهدت السيارة تسرع. شاهدت السيارة وهي تسرع. وهي تسرع. أحسنتي. أيضا أستطيع أن أجاوب أقول شاهدت السيارة وهي مسرعة.
مسرعة أو وهي تسرع مثل ما قالت أختنا جواب صحيح. أكرمت الضيف سعدا. أكرمت الضيف وأنا سعيد وأنا سعيد. أحسنت. رأيتك في الملعب تركض running. أوكي. رأيتك في الملعب كيف أكمل؟ وأنت تركض. رأيتك في الملعب وأنت تركض وأنت تركض running. Yes. طيب رقم 5 وأخيرا، قومي لعملك. نشط، الكلمة نشط. قومي لعملك وأنت نشيطة. أحسنت يا أختي. إذن قومي لعملك وأنت نشيطة. ما شاء الله تبارك الله. طيب الجزء الرابع إخواني وأخواتي من الدرس السادس، أكتب 7 من الأيام العالمية دون ذكر التاريخ بخط واضح وجميل. يعني الأيام العالمية التي ذكرناها قبل قليل تعود كتابتها، اليوم العالمي للتدخين، الامتناع عن التدخين، أصل تكتبها فقط. استمع إلى النص وأميز الحقائق. لا يوجد لدينا استماع، لكن نتركه إن شاء الله في وقت آخر. طيب هنا في هذا الجزء في الدرس السابع من الوحدة الثانية في هذا الجزء اللي هو القطعة، نتوقف لهذا اليوم عن في هذا الدرس. أخيرا، سبحانك اللهم بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه مكتب أخلاق ومشكات إخاء، بث روح الحب والإحسان والتضامن، مكتب للدعوة السمحاء في مجتمع أودع الله لديهم أقدس المواطن.